صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. اكتملت كل الاستعدادات لانطلاق الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال، وتحديدا في طرابلس وعدد من المدن التي ستشهد عملية تنافسية حادة، لا سيما كما ذكرنا في طرابلس والتنورين والقبيات وغيرها من المناطق والمدن الشمالية. أيضا استعدادات وزارة الداخلية اكتملت، والماكينات للمرشحين أيضا اكتملت بعد كل الجولات التي قاموا بها المرشحين، لا سيما في مدينة طرابلس لحث الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع. ضيفنا اليوم في الاستديو الدكتور عامر حلواني، هو أستاذ جامعي من مدينة طرابلس. طبعا صباح الخير دكتور حلواني. صباح الخير أستاذ سلمان. بشكرك وبشكر تلفزيون المستقبل على إتاحة الفرصة لألي، وباعتباري طرابلسي إني أحكي على عشية انتخابات البلدية طرابلس. رح نتابع معك التفاصيل بعد ما استضفنا على مدى الأسبوع يعني عدد كبير من المرشحين، وتحديدا لائحة لطرابلس الائتلافية التوافقية، شو ما بدك سميها. جيت من طرابلس اليوم قبل يوم الأحد وفتح صناديق الاقتراع، لافتات صور بشو شعاع يعني مدينة طرابلس صورتها اليوم؟ الحقيقة يعني شيء بيكبر القلب انه الناس متحمسة على الانتخابات. في صور كتير، مليان الصور، ما بحكي لك قديش في صور. وهي شغلة بتشجع انه الناس بعدها عندها أمل، انه الانخراط بالعمل العام بعده مجدي، ولازم الناس عم تشجع الناس انها تنخرط بالعمل العام، لحتى لانه ما في حل تاني للطرابلسيه ولكل الشعب اللبناني انه يطلع الا لانه ينخرط كله سوا بالعمل العام لتحسين وضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي للبنان. عندما تقول ما زال هناك امل، كانك يعني عم بتشكك، يعني واضح الناس بحاله صحيح نوع من الاحباط اذا بدنا نقول، لانه الانجازات منا كبيرة تحديدا بطرابلس. في حالة احباط كتير كبيرة على المستوى الوطني. يعني نحن بنتشكر كل القيمين، يعني الحكومة اللبنانية، معالي الوزير مشنوق، اللي عطى فرصة انه العالم تعبر عن حالة، لانه فعلا في حالة احباط كتير كبيرة. يعني الافق مغلق، وهذا واضح من حجم الانتشار اللبناني اللي عم بيزيد، هجرة الشباب اللي عم بتزيد. هيدي اخطر شيء بيتاثر فيه البلد ولبنان وطرابلس خصوصا، هي هجره الادمغه اللي هي ما حدا عم يضوي عليها، بس هي اكبر خطر على البلد بالمستقبل القريب. دكتور حلواني، هذا الامل لدى الناس انه يقوموا يمارسوا حقهم الديمقراطي، ينتخبوا، يفشوا خلقهم ببعض الاماكن، ولكن بعد النتيجه التوقعات لا تكون على مستوى الامال، يعني اللي بيصير توقعات انه بالتنفيذ والوعود بالانماء ما بتكون هالقد كبيره. بقى اليوم في شيء اختلف بطرابلس؟ هيك استاذ سلمان، خليني احكيك بكل صراحه، يعني انا طرابلسي قديم وعايش بطرابلس من الطفوله، وانا غير مرشح، يعني مشان هيك حاحكي هلا بكل واقعيه وبكل أكيد. حجرب كون متجرد قد ما في. طرابلس يعني عانت الويلات منذ الحرب الاهليه حتى اليوم، ودخلت في كبوة ما عم تعرف تخرج منها، وهذه الكبوة اللي أدخلت إليها كانت مقصودة. يعني اليوم الوجود السوري وحتى الحرب الأهلية، بخلال هذه الحرب وبخلال الوجود السوري فقدت طرابلس دورها وهويتها، يعني كانت مدينة صناعية بطلت، كانت مدينة سياحية بطلت. فهلأ هي بكبوة، بدنا كيف نشتغل على أنه نطلع طرابلس من الكبوة لحتى ترجع تنطلق. هلأ هنكون متفائلين، اليوم هي خطوة، هي خطوة، بدنا نقول نقطة محطة. ايه لا، حتى اقول لك يعني لازم نشوف شو لازم ينعمل، شو المسار اللي لازم تمشي فيه طرابلس والبلدية بطرابلس لحتى فعلا نحط طرابلس على خلينا نقول على السكة. هلا طرابلس مثل ما حكينا بكبوة، يعني مين ما ربح بالبلدية بكرة، المجلس البلدي اهم شيء بده يحط رؤية جديدة لطرابلس، بده يحط يعرف دور طرابلس، رسالة طرابلس، شو بدنا من طرابلس لحنا. وهيدي الرسالة لازم يحددها المجلس البلدي بالتعاون مع كل القيمين على البلد، لأنه ما حدا قادر لحاله يقلع بطرابلس. نعم، وهذا اكتشفوا السياسيين، اكتشفوا الحقيقة من المرة الماضية، من هون اتفقوا لأنه ما حدا من السياسيين بيتحمل بقى أنه طرابلس تبقى عبء عليه. خلينا نحكي بصراحة، تم تحميله المسؤولية طبعا، لأنه بكل الأحوال الناس صحيح، الناس اللي احنا عنا خصوصا بلبنان وبطرابلس أكثر، يعني عطول الحق على الآخر، وينية الدولة، هذا شعار وينية الدولة، هذا موجود بكل لبنان وبطرابلس، وينية الدولة بطرابلس إسا أكثر من محلات تانية، بينسى أنه كل مواطن عليه دور،
بس هذا ما فينا نحمل للمواطن، الجو السياسي العام بيتحمل مسؤوليه لانه المواطن تعبان كثير وعنده معاناه ومهموم. مشان هيك الخطوه الاولى اللي هي حيالله مجلس بلدي بده يجي يستلم، بده يحط رؤيه وخطه بالتوافق مع كل مكونات البلد السياسيه والمدنيه. انطلاقا من هذا الكلام، في ثلاث لوائح مبدئيا صحيح. عم يتنافسوا مدينه طرابلس يوم الاحد، اللائحه الائتلافيه المكتمله والمتجانسه مثل ما بقول القيمين على هذه اللائحه، لائحه لطرابلس، هذا الائتلاف السياسي تيار المستقبل، الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير محمد الصفدي، الجماعه الاسلاميه، والوزير فيصل كرامي، والعائلات. مبدئيا من خلال تعاطيك ووجودك بالمدينة، لأي مدى فعلا يعكس تطلعات الناس هذا الائتلاف؟ هلأ ليك هيدي، خليني أحكيك بصراحة، هيدي من ناحية بتعطي رياحة أنه في اتفاق، في تآلف على مجلس بلدي، بس بنفس الوقت في مخاوف من تكرار حالة سابقة صارت. بس أنا بدي أكد لك أنه الحالة السابقة اللي صارت كانت مختلفة عن الحالة الحالية، انتهت لانه اصلا الخلافات ما كانت سياسيه داخل المجلس البلدي، باكد لك كانت شخصانيه. مشان هيك انتبهوا القيمين على تشكيل اللائحه الجديده انه نحن ما عاد فينا نقول احنا كل طرف سياسي بيقدم اللي عنده مين من كان وشو ما كان، لانه وقت عم بيفوتوا لجوا وقت فاتوا لجوا حتبلش الصراعات. وما بس هيك، كانت العقليه والذهنيه قوم لاقعد محلك بصراحه، يعني كل واحد عينه على رئاسه البلديه وان يكون كلمته هي العليا. وما بخفي كان التالف جوا والتحالف بقلب المجلس البلدي السابق مش على اساس سياسي، على اساس علاقات شخصيه وعلى اساس شخصيات وتركيبه الشخصيه لكل واحد. يعني بتشوف اليوم في استدراك من المعنيين بطرابلس وجدوا هذا التحالف وهذا التعاطي القريب مع الناس، واضح في شيء تغير. صحيح، اللي صار المرة هيدي انه اجتمعوا القيمين السياسيين، خلينا نحكي بالمدينة معظمهم، وانتقوا اشخاص، بضعة اشخاص، ثلاثة تلخصوا بثلاثة بالاخر، هو وكل واحد منهم طلب منهم انه يحضر مشروع واسماء يقدر يتآلف معهم ويتفق معهم، وبالفعل وحتى صار في تعاون فيما بينهم، وبالاخر تم الاتفاق على دكتور عويضة اللي هو يكون رئيس اللائحة. نعم. والدكتور عويضة وزملائه اللي هن عنا لحنا الأستاذ حلاب، نعم. كان له مشاركة فعالة، أستاذ عمر حلاب كان له مشاركة فعالة باختيار الأسماء، فكانت معظم الأسماء هي من مجتمع المدني، فوجوه من المدينة ما لها التماء واضح لحدا، كله معظمهم تربطهم صح. علاقات جيدة مع كتير ناس، يعني حتى الناس ضاعت بتصنيفهم بالحقيقة. في كفاءات عالية صحيح. من كل المرشحين، في كفاءات عالية، سيدتين امبارح كان معنا على الهواء دكتورة الزميلة العزيزة، نعم. الدكتورة غنى هي استاذة رشا سنكري، صحيح، نعم. فاللي صار هلا انه تركوا للمجلس البلدي هن ينتقوا الاشخاص اللي بيرتاحوا معهم، وطلب طلب اليهم الترشح، في ناس ما كانت بوارد الترشح قبل، فهيك انبنيت الليستة بخلاف اللائحات التانية. ما بدي يكون انا يمكن انا يعني متحيز للائحة لطرابلس، اللوائح التانية ما هيك تشكلت سياسية المشاكل، اللائحة التانية اطفي عليها الطابع السياسي، التحدي. يعني صار في تحدي سياسي انه انا قديش بدي اشوف، انا بدي زين وزني بالشارع قديش انا بسوى. الشغلة التانية انجمعت اللوائح تجميع مما توفر، يعني حتى في لائحة ما توفر فيها إلا 14 مكتملة، اللي توفر على أساس كانوا 18 أعلنوا ورجعوا صاروا 14 بما توفر، والمشروع المائي منه واضح. على كل حال كل حدا لديه الحق بقول أنا موجود أو أنه لديه شعبية، ولكن يأخذ طابع يؤدي إلى عدم خدمة المدينة بالآخر، يصير خلافات. صحيح، يعني هي الفكرة الرئيسية هي انك تعمل شيء تآلف بين كل اهل المدينة، مثل ما حكينا، لانه وضع طرابلس منه وضع عادي، لو كان وضع عادي بالعكس نحن بنرحب بالتنافس الديمقراطي المفتوح، نعم. اللي هو كل واحد ينقي. طرابلس بكبوي لتطلع بدها تضافر كل الجهود، ونحن كنا بنتمنى فعلا كل الناس تفوت فيها، يعني هلا الأغلبية دخلوا بس كنا بنتمنى كل الناس يفوتوا فيها، لأنه فعلا طرابلس بدها تضحية بكل شيء، تضحية بأهم شيء بالأنانيات الشخصية، الأنانيات السياسية، لأنه طرابلس تستاهل منا أنه نضحي لأجلها. كأنك عم بتقول الأحجام والأوزان مش عند الكل موجودة، هناك من يريد أن يثبت أنه أنا موجود، وهناك صحيح. إذا بدنا نقول هذا الائتلاف الكبير يلي فعلا من كل طاقات المجتمع المدني بطرابلس منو منتمين حزبيا، وهذا صحيح. واضح، يعني انت وقت بتجي بتشكل لائحه ما لك شيء فيها عمليا، يعني شو بيكون المغزى من تشكيل هيك لائحه؟ حكيت عن الرؤيه دكتور عامر، وواضح يعني من خلال الاعضاء المرشحين،
ووضعت رؤية شاملة وتحت عناوين كبيرة، علما أنه هناك في آلية للتنفيذ مثل ما فهمنا من المرشحين. صحيح قد ما فيه أنه بالآخر بدك حدا يتابع. ليك العبرة بالتنفيذ استاذ سلمان، عندك في تحدي كتير كبير مثل ما قلت. أنا أكثر من قصة رؤية أنه أنا والله بدي ضبط الطرقات وبدي أعمل إشارات سير، بدك هوية طرابلس. شو بدك من طرابلس؟ هل بدك إياها طرابلس أم الفقير؟ يعني مين ما بده يبسط وين ما بده وشو ما بده، مثل ما الواقع الحالي هيك كل واحد يعمل شو ما بده. فيك تاخد هيك التوجه، بس خلي أهل طرابلس يقرروا أنه أنا بدي طرابلس هيك. بس ما فيك تقول أنت ما في هوية واضحة لطرابلس. شو بدك من طرابلس؟ بعدين تجي تحاسب الناس. لازم البلدية تحدد شو بدها من طرابلس، والسياسيين كمان يحددوا شو بدهم من طرابلس، لأنه هن بدهم يلعبوا دور رئيسي بعدين بالآخر بالوصول لهذه الهوية، بتبلور هذه الهوية. لأنه ما فيك تقول أنا أنه بدي نظف المدينة وبدي خلي القانون يكون هو الغالب بالمدينة وبعدين أنا أجي أحمي المخالفين. نعم. فمشان هيك تضافر جهود السياسيين مع البلدي مع المجلس البلدي شغلة كتير رئيسية وأساسية ومهمة. أحسن ما تمرق الكلمة وحدا ياخذ لها تفسير تاني، موضوع تكون أم الفقراء أو أنه مدينة تاني، لأنه الفقراء مش بإيدهم. يعني طبعا في ناس وصلت إلى هذا المرحلة نتيجة بمعنى طول عمرها اهتمام. نعم صحيح، طرابلس طول عمرها مضيفة وبابا مشرعة أصلا. هي. أهل طرابلس هلأ هني كل من كل الأنحاء الشمال. صح. وحتى الضيوف السوريين يعني اللاجئين السوريين هن معززين منهم غير الضيوف معززين ومكرمين بطرابلس. بس المقصود بالأم الفقير بمعنى انه شو ما فيك شو ما بدك فيك تعمل بطرابلس خلافا للقانون، هذا المقصود فيها. لابد من تنظيم، بدها تنظيم، لانه بالتنظيم هو اللي بيفتح بيخلق فرص عمل، هو اللي بيصير بيعطي فرص حقيقيه للفقير ليحسن وضعه الاجتماعي ليحسن وضعه الاقتصادي، ولأنه الالتزام بالقوانين والالتزام ووضع نعم. مخطط حقيقي وصورة حقيقية لطرابلس. نعم. هي اللي بتخلي طرابلس تنهض. رح نتابع معك دكتور حلواني، ولكن معنا أيضا من طرابلس ابن طرابلس المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي الأستاذ خلدون الشريف. أستاذ خلدون صباح الخير. صباح الخير لك وللدكتور حلواني الصديق العزيز. الله يخليك أستاذ خلدون. يعني حكينا من دكتور حلواني صورة لطرابلس اليوم بالسياسي جوا غير يلي واضح باللافتات والصور، شو بتقول؟ لا ما فهمت السؤال، لانه بالسياسي جوا يعني على كيف تصير عملية الانماء ولا التحالفات كله؟ طيب خلينا نبلش بالانماء. تفضل. اول شيء انماء طرابلس هو طبعا مسؤولية اهلها، ولكن المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الدولة اللبنانية. هذه الدولة اللبنانية التي لم تتعامل مع طرابلس منذ نشوء لبنان الكبير على قاعدة الرعاية والوصاية والاهتمام، بل تعاملت معه على قاعدة انه طرف، وان الرزق كل الرزق والانماء كل الانماء يجب ان يتمركز في قلب لبنان، اي في العاصمة وجبل لبنان. وهذه مسألة الحل تبعها ليس محلي، ليس طرابلسي ابدا ولا شمالي ابدا، هو قرار سياسي على مستوى لبنان بضرورة اعطاء المناطق الاكثر حاجة الاكثر خدمات. يعني انت اليوم لما بيكون عندك ولد مريض ولد صحيح تهتم بالمريض أكثر ويحتاج منك لرعاية أكثر، وهذه مسؤولية الأب الكبير اللي هو الدولة اللبنانية اللي هي الحكومة اللبنانية وبالتالي مجلس النواب. وسأعطيك مثالا على ذلك. فضل. إذا كان هناك مجموعة مرافق، مرفق بيروت يعمل بضغط هائل وإمكانات كبرى وأوقات بيجي رزق هو ما بيقدر يستوعبه، لماذا لا نصنع تشريعا يؤمن تخفيضا على رسوم في طرابلس من اجل انعاش هذه المدينه؟ هذا شيء بيصير بكل العالم، هذا واحد من المشاريع. عم اقول لك عم بعطيك امثله على شيء. لما كان الرئيس الحريري الله يرحمه طيب وانحكى بحصريه معرض رشيد الكرامة الدولي في ذلك الحين، ولكن هذا الامر لم يتم مش لانه الرئيس الحريري ما بده، بس لانه الطبقه السياسيه في ذلك الحين اعتبرت انها يجب ان يبقى كل شيء متمركز ومتموضع في بيروت. هذا يحتاج الى نقاش جدي على مستوى الدوله ومجلس نواب وحكومه وكل الناس لإلاء طرابلس الاهتمام اللازم. استاذ خلدون بالسياسي، هذا الائتلاف، هذه اللائحه التوافقيه لطرابلس، شو اهميه هذا الائتلاف؟ التعاطي مع الناس كيف؟ وعلما في لوائح تانية بطرابلس بالسفير اليوم وغيرها من الصحف عن الأوزان والأحجام وإثبات الوزن. يا أخي أول شيء قصة أوزان وأحجام أنا برأيي القصة فيها مبالغة. لأنه أصلا أنا أعطي مثلا دائما، أنا سنة 1998
خضنا انتخابات بلدية أول مرة بفوت على العمل السياسي فت من العمل البلدي 1998 كنا ست أشخاص من أصل 24 وكان السوريين هون وكان في ثلاث لوائح أساسية، كان في لائحة الرئيس عمر كرامي الله يرحمه، اللائحة المدعومة من الرئيس الحريري الله يدعمه الله يرحمه، واللائحة المدعومة من القوى الإسلامية مجتمعة كان فيها 9 أعضاء، ونحن كنا 6 وسميت في ذلك الحين لائحة المفتاح. حزنا على 25% من الأصوات. أيوه مندوبين ما كان عندنا على الصندوق. اليوم طيب اليوم بالتالي لا تستطيع أن تقيس مسألة الوجود الشعبي من خلال انتخابات بلدية. الوجود الشعبي بالبلديات عادة الناس تقترع للائحة السلطة، للائحة المعارضة، للائحة الائتلاف، للائحة الإنماء بناء على عناوين مختلفة تماما. وفي العوامل العائلية والشخصية تتداخل، بالتالي الاعتماد على قياس الشعبيات من خلال لائحة مشكلة من 24 طرابلسي لهم كل الاحترام سواء معنا أو مع خصمنا، هيدا قياس خاطئ وواهم ووهمي. لأنه كل واحد منهم يعني مثلا باللائحة المقابلة في عناصر كانت تتمنى أن تكون في اللائحة الأولى. أيوة. وما كانت باللائحة الأولى، راحت على اللائحة الثانية. هل يعتبر إذا حققت، إذا عائلتها بتمثل 200 صوت، هل يعتبر 200 صوت للمرجعية اللي ركبت اللائحة أو لللائحة نفسها؟ لذلك هذا القياس غير صحيح. ولكن على المستوى السياسي الأعلى، على الرغم من أن المعركة الانتخابية البلدية هي معركة إنمائية، ولكن العلامة الفارقة في هذه الانتخابات تحديدا هو إعادة صياغة العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، والتي من الممكن جدا أن يبنى عليها في السياسة. هون إذا بدك المعنى السياسي للتحالف اللي بطرابلس، طبعا بالتحالف مع الوزير الصفدي ومع الوزير فيصل كرامة ومع كل القوى المنضوية تحت لواء التحالف أو الائتلاف. بالتالي بالسياسة هون فينا نبلش نفكر ماذا سيكون بعد الانتخابات النيابية، الارتداد السياسي لتلاقي الرئيس سعد الحريري مع الرئيس نجيب ميقاتي، وإلى أين سيؤدي في المرحلة المقبلة. على كل حال الجولة الأخيرة بالشمال، المحطات القبل ثلاثة في مرحلة تقييم بالموضوع السياسي بكل المناطق سواء ببيروت وإذا بنقول بزحلة أو بنقول بجزين، المدن يلي شهدت فعلا عمليات انتخابية. بستدرح لك أكثر ببعلبك. وبعلبك أكيد ببدنية. نعم. ما كل القوى السياسية تردربت نتيجة العمل البلدي. نعم. يعني أنه حزب الله تردرب، أنا اللي تردربت، في التيار الوطني تردربت، القوى تردربت. نعم. كل العالم تردرب لأنه المعارك البلدية معارك مختلفة تماما. صح. وكانت صح. الناس متعطشة للدخول في استحقاق ديمقراطي. نعم. خلينا نفكر بكرة بنحكي بعد الانتخابات، على الانتخابات النيابية كيف بدها تصير. نعم. على التحالفات كيف بدها تصير، وعلى الاتفاق الجديد حول ما بدي اقول حول تفسير برود الدستور كيف بدها تصير. استاذ خلدون، حكيت انه موضوع الدوله هو الاساس بموضوع الانماء بطرابلس وغيرها من المدن. اليوم في هذا المجلس البلدي الجديد في رؤيه، في مشروع واضح، وبالتالي شو بتقول للناس بطرابلس بموضوع هذه اللائحه اليوم؟ يا اخي انا بكل بساطه بقول العنوان السياسي عمره 24 ساعة وبيخلص. أيوة. أما العنوان الإنمائي فهو الذي يبقى لست سنوات. العنوان السياسي تأمين انتصار لفريق سياسي في البلدية ما له قيمة بالمعنى الإنمائي، له قيمة بمعنى أن هذا الشخص أو هذه المجموعة بتسجل شعبية على ظهر الناس، وبعد ذلك ينتهي الأمر ويعود كل إلى فريقه ويرى الطرق والسبل أمامه مسدودة أو مفتوحة. أيوة. أنا بعتقد أن لائحة لطرابلس هي اللائحة الأكثر قدرة على خدمة المدينة، ما بعتقد، أنا متأكد أنها الأكثر قدرة على خدمة المدينة، لأنها تتألف من 24 عنصر تكاملوا وتوافقوا ويمتلكون من الكفاءة ما لم يمر على مجلس بلدي سابق. طبعا كل الناس كفؤين. صح. ولكن هذا المجلس أو هذه اللائحة هي من خيرة أبناء المدينة. وهذا لا يعني أن ليس هناك من خيرة أبناء المدينة في اللوائح الأخرى، ولكن اللائحة ما بتسع ال 24، يا ريتها بتسع 36، كنت أنا ودكتور حلويني فتنا عليها يمكن. بس هيدا اللي بنقدر نعمله، وأنا أظن أننا نستطيع أن نعول على أمرين. الأمر الأول قدرة هذا المجلس البلدي الذي سيصل بإذن الله على القيام بواجبه الإنمائي، وقدرة السياسيين ومجبورين اصلا الناس بدها تحاسب بعد هذا المجلس البلدي للقيام بافضل ما يمكن من اجل النهوض بالمدينه. نعم. شكرا لك. ادعو للتصويت يعني الكثيف للائحه لطرابلس ولكل اللائحه اكيد طبعا كاملة. 24 على 24 كامله.
شكرا لك استاذ خلدون الشريف المستشار السياسي للرئيس نجيب مئاتي، بندعي لكم بالتوفيق وان شاء الله اليوم يمر بهدوء وديمقراطيه وباستقرار. شكرا جزيلا لك وتحيه لاهل طرابلس، لكل اهل الشمال على كل حال بن يخوضوا هذه العمليه الانتخابيه. في تعليق عندك؟ ايه الحقيقه انا بايد كثير من اللي قاله الصديق الدكتور خلدون. الحقيقه بالاخر العمل البلدي هو اللي بيبقى، المهاترات السياسيه لازم تتوقف على باب البلديه، لازم نسخر السياسي لبلديه طرابلس مش نسخر طرابلس للسياسي. هذا العنوان الحالي، هذا العنوان تبع لائحه لطرابلس، اذا ما نجحت فيه يعني عمليا بتكون خسرنا الرهان، ونحن كلنا امل انه فعلا هذا المجلس البلدي يقدر يحط هذه المعادله. نعم. الكل مسخر لطرابلس وطرابلس منا مسخره لحدا. على كل حال هذا راي واضح شفاف من مواطن طرابلسي. صحيح. ما عم تحكي حدا عايش بالمدينه ومنك مرشح ومنك ماني مرشح. نعم. رح نتابع معك دكتور حلواني هذا الحوار ونحكي شويه انماء اكثر، ولكن بعد التوقف لاستراحه اولى، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الدكتور عامر حلواني الأستاذ الجامعي ابن مدينة طرابلس، ونتابع طبعا بالشأن الانتخابي. هي المعركة مثل ما جاء بالنهار أنه مثلة المواجهات هو طرابلس، بياد، تنورين، مثل ما صار مثلا زحلة، بيروت، هيك موزعين بين الجبال في معارك وبين المدينة. ولكن فعلا هذه الانتخابات البلدية مثل ما حكينا بالبداية وضعت الخطوة الأولى لعمل بلدي مختلف. بتشوف يعني بنتأمل هيك، بنتأمل هيك. هلأ المجلس البلدي هو الحقيقة عليه صيغ يعيد بناء ثقة، أهم شيء يعيد بناء ثقة. القرار المركزي بالدولة، قرار مركزي بالدولة، بس كمان في ثقة بالدولة مفقودة للأسف. نعم. وحتى الثقة بالمجالس المحلية ما كتير، خصوصا بطرابلس ما كتير. ايه. ممتازة يعني. نعم. أنا كتير. ففي مرحلة من إعادة بناء الثقة لازم المجلس البلدي الجديد يشتغل عليها لحتى يحس ابن طرابلس أنه هو فعلا في تواصل دائم، في حدا عم بيمثله بقلب المجلس، في حدا عتلان همه، عتلان هم كيف بده يأمن حياته، كيف بده يوصل على يبعت أولاده على مدرسته. هيدا التواصل، هيدا الثقة، هيدا بده ينشغل عليها كمان بالمرحلة الأولى بشكل كبير. بتشوف أنه السياسيين أو المعنيين بتشكيل اللوائح بالمدن الكبيرة حتى بالقرى صار عندهم هذا الإدراك أنه الناس كمان توجهاتها تغيرت، يعني صارت بتتابع أكثر، ممكن تحاسب يلي وعدها وما وفى بوعده؟ لكن أكيد السياسيين حاسين أنه في تململ بالشارع. أه. عند كل الناس، يعني ما عادش فيهم يطيقوا ويتحملوا مزيد من الترهل ومن التآكل. بس طبعا هذا مش مرتبط بس بالعمل البلدي، هذا مرتبط بالجو العام كله. اليوم انت اذا الوضع الحكومي منه ماشي ما بتتامل كثير انه وضع البلديات. نعم. بالمستوى المحلي، لكن على الاقل نفايات، بالحد الادنى، بنى تحتيه، طرقات، بالحد الادنى، هذا بالحد الادنى لازم يكون مي، كهرباء، ولازم يكون كل الجهود متضافره فعلا لحتى شو اسمه. بس انا بدي اتوجه هون بيسمى العمل المدني، الناس، الشخصيات المدنية. يعني العمل المدني ما عاد، خصوصا اليوم مع التطور، ما عاد يقتصر على العمل البلدي. يعني اليوم نحن بطرابلس مثلا ما نشكو منه انه كل العالم تشتغل بالعمل المدني بس عينا على العمل السياسي. بحاجة لجمعيات متخصصة، بلشت تصير بس بعدها قليلة، بحاجة لجمعيات متخصصة تصير تلعب محل، مش تلعب مكان، تلعب تاخذ مكان كل حدا يلعب بملعبه تماما. ايه؟ في بعض الجمعيات كتير ناجحه بس هيدي عددها بعده بطرابلس كتير قليل. لازم انا اشتغل بالعمل المدني فعلا، اكون مركز على العمل المدني لاوصل لحسن مدينه طرابلس واوضاع مدينه طرابلس ولنتكامل مع العمل البلدي. فاللي ما بيصح له فرصه هلا انه يفوت وينجح بالعمل البلدي، ما معناتها انه اخر المطاف لقلو، لانه العمل المدني مفتوح لكل الناس. يعني اذا ما نحكي انماء بياخذ كثير. اليوم بصحيفه المستقبل حكيت عن موضوع لائحه لطرابلس، وفيها سيدتين، حكيت عن عكار تقول يعني النساء لهم دور بالترشح والاقتراع ايضا، وبالتالي في ايضا هذا التغيير سواء بعكار او بطرابلس او غيرها. يعني دور المراه يعني بده يتصاعد من الان، وبالمستقبل حنشوفه عم يتصاعد
يعني باضطراد، لانه انا استاذ جامعي وشايف شو عم بيصير بالتحولات المجتمعيه بلبنان. يعني بالجامعه اليوم اكثريه من الاناث حتى على مقاعد الدراسه، مش بالمدرسه، بالجامعه وبالتخصصات المهمه كمان، بالتخصصات التطبيقيه بمختلف التخصصات، وهذا لا شك سوف ينعكس على انخراط المرأة أكثر وأكثر في العمل المدني والعمل البلدي والعمل السياسي. وهذا الإسهام في اهتمامات قد يعني بالمجلس البلدي إنمائية يمكن تكون قريبة أكثر، اهتمامات موجودة على الأرض أكثر. لا شك أنه التوتر السياسي الكبير اللي والمشحون اللي يتسم به لبنان اليوم ما بيدفع النساء والإناث لانخراط بالعمل العام كثير، لانه في كثير من التلوث وفي كثير من الـ من الـ من الخشونه اكيد ومن الصلافه، وهذا كثير بيمنع ناس نساء من الانخراط بالعمل العام. استاذ سمير الجسر الوزير والنائب يقول للنهار او وصف الوضع بانه مبدئيا هادئ، ولكن لائحة تانية أطفت على هذا الموضوع، هذا الاستحقاق الطابع السياسي، وأنه تسييس الاستحقاق يقول الوزير جسر كان لينجح لو كانت الانتخابات نيابية، ولكن بالبلدية الأمر مختلف، وربما يعني البعض يسعى من خلال هذه الانتخابات للبناء على المرحلة القادمة. خلينا نحكي بصراحة، اللائحة التانية فعلا أطلقت عناوين سياسية غير متناسبة على الإطلاق، غير متناسبة على الإطلاق مع المعركة الانتخابية الحاصلة بطرابلس. هي معركة أنه أنا بعرف هيدا أكثر من هيدا، هيدا أقدم من هيدا، هيدا كفوق أكثر من هيدا، فأطلقوا فعلا شعارات كتير كبيرة. ما بعرف شو بده يكون مصيره بعد ما تخلص الانتخابات، يعني بالآخر أنا بطلق شعار كتير كبير وبالآخر ما بينصرف بقلب طرابلس، ما بعرف شو بيكون. بخلاف اللوائح الثانيه اللي كانت فعلا مركزه على الانماء واللي ولكن الخطاب الموجه للمحاور اللي كان فيها احداث امنيه والتعاطي ايضا، يعني استماله اذا بدنا نقول الاسلاميين المتطرفين الفقراء، صحيح هذا قد يؤدي الى خلق مشاكل بطرابلس. انه شو لك صار في شيء بشع بالحمله الانتخابيه، هو هذا زرع الشقاق والخلل داخل المجتمع الطرابلسي، انه انت في بهالمنطقه اكثر وفي من هالمنطقه اكثر، وما في فقره كثير بقلب المجلس البلدي، وهذا اخطر ما جربت بعض اللوائح انها تسوق لحالها فيه، انه انا بدي يعني اليوم معلش وقت الرئيس سعد الحريري بيعمر مدرستين 15 مليون دولار وبيقدمهم لاهالي التباني، يعني ما بعرف شو ممكن يكون في التصاق بهموم التباني اكثر من موضوع التربوي اللي فعلا هو عبء حقيقي على طرابلس. هون يعني بعد الاحداث الاخيره مبدئيا هناك محاولات لختم هذا الجرح، صحيح اعاده فتحه بالسياسه شغله كثير، سواء بالجبل او بالتباني او بهذه المناطق. نحن شفنا تاني يوم وقفت الحرب العالم اختلطت مزبوط. مع بعضها عملوا المقاهي المختلطه، المقاهي المختلطه موجوده، والعالم مختلطه بطرابلس بشكل كثير طبيعي ومنه مصطنع، فما في داعي نوتر الاجواء فعلا. بالعكس نحن انا بلشت حديثي بانه كل استقرار تتمتع به طرابلس هو فعلا لمصلحتها، ومنا بحاجه لابدا لاي توتير على أي مجال من المجالات. نعم. داخل طرابلس بالإنماء حكينا عن برنامج، ولكن مثل ما حكينا في البيئة، في موضوع الكهرباء، الطرقات، البنى التحتية، يلي الناس هيدي الأساسيات غير المشاريع الكبرى، المعرض، المرفأ، الإرث الثقافي لمدينة طرابلس، في كتير المدينة التاريخية، السياحة، ولكن البديهيات. أستاذ سلمان، طرابلس عندها عناصر قوة كتير كبيرة، هلأ بدك مين يهتم فيها؟ عندك المرفأ، عندك عندك المعرض، عندك المجمع الجامعي الموحد بالشمال، صح، اللي عم ينهض وعم يبلش يكبر، عندك الاوتوستراد الغربي اللي بلش يخلص وما عاد يعرف يخلص، نعم، عندك الاوتوستراد الشرقي اللي تقريبا صار ب نحو يتجه نحو التلزيم. في كتير عناصر قوة يجب على هذا المجلس البلدي أن يستغلها لفعلا لحتى ينهض بطرابلس، وهلأ في فرصة حقيقية. أهم شيء هي إعادة الثقة بين البلدية، بين الحكومة المحلية خلينا نقول بالضبط، وبين الطرابلسيين، لأنه الطرابلسيين فقدوا هذه الثقة، لأنه بتبلش المشاريع وما بتعود تخلص. عم بحكيك بكل صراحة، نعم، هناك مشاريع وما عم تشتغل تماما، وبالتالي اليوم هذه اللائحة إذا بدنا نقول لطرابلس فيها كل هذه الكفاءات وعندها رؤية ومشروع ولديها هذا الدعم السياسي،
بحق لها تقصر؟ هلا عم نحكي قبل ما تطلع النتيجه، ولكن طبعاً ما في حال وصوله طبعا ما بحق لها. كلنا لازم نشير لمواقع الخلل. المجتمع المدني لازم يكون مراقب بفعاليه، وانا بدعو المجتمع المدني بدل ما يكون معطل مثل ما صار بموضوع المرآب ان يكون محفز، ان يتظاهر ليش هذا الجسر ما عم يخلص، ليش هذا المشروع اللي بلش من 5 سنين وما عم يخلص. نعم. لازم يتجه لهالاتجاه، مش يكون فقط تعطيلي بل تحفيزي، يكون جهده تحفيزي ويراقب اداء الدولي ويكون يراقب اداء. نعم. المجلس البلدي. رح نتابع معك دكتور حلواني، دكتور عامر حلواني، وحيكون معنا اتصال هاتفي ثاني في هذه الحلقه مع رئيس ملتقى التضامن الاقتصادي في لبنان النقيب عامر ارسلان. استاذ عامر صباح الخير. استاذنا صباح السيد سلمان. نعم. ولصديقنا العزيز. نعم. دكتور عامر، يعني حكينا مع دكتور حلواني ومع دكتور خلدون الشريف طرابلس بشكل عام بالسياسة وبالإنماء، حضرتك أيضا ابن المدينة، موضوع الاقتصادي يأخذ حيز من اهتماماتك أيضا، وبالتالي ماذا تقول؟ بكرة الأحد تفتح صناديق الاقتراع، تفضل. ايه سيد سلمان، ايه عم تسمعنا؟ يا ريت ترجع تعيد شوي ما كان. نعم، حكينا انماء وحكينا سياسه مع. نعم. دكتور خلدون الشريف مع دكتور عامر، وبالتالي حضرتك بالموضوع الاقتصادي ماذا تقول عن طرابلس وبالموضوع السياسي ايضا، لانه بكره الانتخابات على كل حال. يعني بدايه انا بس في شيء بدي اوضحه، تفضل فيه من شوي الدكتور عامر. ايه. انه بالموضوع السياسي المجلس البلدي القديم او السابق يلي بقي 6 سنوات، صح الخلافات كانت داخلية وشخصية ما بين الرئيس والأعضاء ومختلف الأعضاء، إنما كان في لوم كبير من أهل المدينة باعتبار أنه هذا المجلس هو كان من اختيار السياسيين. يعني هيدا كان اللوم. هو قال المرحلة تغيرت هلأ حاليا. نعم. هلأ حاليا صحيح لمسنا بعض التغيير، إنما أنا اللي عم أقوله انه حب اللي فهمته من الشيء اللي تفضل فيه الدكتور عامر. انه كان بالبدايه انه اللوم على اعضاء المجلس نفسهم. ايه. وهذا في شيء منه الى حد كثير كبير. هلا اللي صار صار، عم نحكي عن بكره. على بكره، يعني انا اللي شايفه بكره الحقيقه الاوضاع الاقتصاديه بطرابلس تحديدا ما بتتحمل اي اخطاء بقى تصير. لانه مثل ما بتعرف حضرتك المدينه الافقر على البحر الابيض المتوسط. غزه احسن من طرابلس، نسبه الفقر تعدت 60% بين العائلات بطرابلس. عم نحكي عن التسرب المدرسي من شوي، موضوع العلم والدراسه. نعم. عندك منطقه التبينه 70% مثلا ما بين سن 12 و19 هن خارج الاطار التعليمي والتربوي، يعني عم ناسس لمرحله الحقيقه كثير مظلمه للمدينه. نعم. ولكن كمجلس بلدي هلا ما عم نحكي انتخابات نيابيه ووزراء. نعم. في شيء كبير بالمشاريع، ولكن كمجلس بلدي هذه اللائحه المكتمله في هذه الكفاءات وهذا الائتلاف والدعم السياسي لها، ممكن ان تقدم اكثر لمدينه طرابلس في حال الفوز؟ طبعا بتقدر انها تقدم اشياء اكثر، لا شك بهذا الكلام، انما في شيء ثاني بدنا نوضحه الحقيقه وللامانه، انه معظم المرشحين بهذه الدوره حتى من اللوائح الاخرى بيتمتعوا كمان بكفاءه عاليه. بالنتيجه انا اللي شايف انه هالمره الطرابلسي حيعمل هو لائحته، لانه في عنده لوم كثير كبير على الشيء اللي حصل بالسابق، وبالتالي ما حشوف انا انه حتنزل لوائح بشكل كامل. عم بتغير كل الصوره. والله انا انت بتعرف سيد سلمان، تعرفني انا بحكي للامانه. لا ولكن اذا وبحكي بضميري. لا انا ما عم اقول في لائحه يعني، ولكن اذا بدنا نقول هناك لائحه لديها رؤيه ومشروع ومتكامله. نعم. وتلبي من خلال ما طرح من مشاريع امال وتوقعات المواطنين، ليش بده يعمل لائحه ثانيه؟ مش عم بفهم. لا لانه كمان في عندك لائحه ثانيه، يعني بالحد الادنى كمان مكتمله، كمان عندها ناس وعندها كفاءات وعندها برنامج عمل. وكمان للدقه، يعني انا عندي معلومات انه الاستاذ احمد امر الدين هو اللي نقى فريق عمله. انا بعرف كثير منيح انه اللواء ريفي هو داعم لهيدي اللائحه. ما بدي افوت بالتفاصيل، ولكن الموضوع ان ياتي مجلس بلدي متكامل. نعم. غير ما ياتي مجلس من هون ومن هون ومن هون، وين التجانس؟ بعدك عم تحكي عن الخلاف في المجلس القديم، وبالتالي كيف بده يشتغل هذا المجلس؟
انا معك، بس انما اليوم كلياتنا نحن ابناء البلد وكلياتنا اولاد البلد، وبالنتيجه معظم المرشحين بهم مصلحه البلد. على كل حال انا ما عم بدعي لشيء معين بقدر ما عم بدعي انه المواطن يشوف فعلا مين الانسان يلي بيتمتع بالكفاءه اكثر، وانه يحط وينزل على صندوق الاقتراع وينتخبه. هذا هو المطلوب. نعم، لانه ما بتحمل الامور مزيد من الفقر ومزيد من التعتير. نعم، هنا هناك فرصه وعلى الناس انه تنزل وتعبر عن رايها، ويجب ان تنزل الناس على يعني لا يمكن بناء دوله متطوره ديمقراطيه الا من خلال انه تنزل الناس على صندوق الاقتراع وتقول شو رايها بهذا الموضوع. نعم. وانا بهذه المناسبه بدي اشجع كل الناس انه ينزلوا ينتخبوا، لانه بال 2010 للاسف كانت نسبه الاقتراع ما بتتجاوز 23%، هذا خطا كثير كبير. تتوقع اكثر هالمره؟ لا شك باذن الله، نحن عم نسعى بكل جهدنا انه تنزل الناس على صندوق الاقتراع حتى تقترع. اذا نحن اليوم بدنا وجوه تتمتع بالكفاءه المطلوبه، يجب المشاركه وعدم العزوف عن الانتخابات. نعم. شكرا لك رئيس ملتقى التضامن الاقتصادي في لبنان النقيب عامر أرسلان، وايضا نتمنى لطرابلس يعني بكره يكون يوم هادئ. دكتور حلواني، ايه في لوائح وفي كفاءات بالجميع، ولكن ايضا الناس مثل ما ذكرنا لديها هذه الرؤيه باتت واضحه بالاخر بالانتخابات. صحيح. يعني انا بس بدي اختلف مع استاذ أرسلان انه الافضل ياتي فريق متجانس يشتغل. ما بدنا نرجع على قصه ار ون اي، هو بلش بموضوع الخلاف بالقديم. ايه ما بدنا نرجع على هذا، هيك بتمنى على الاقل يعني. نعم. بالاخر في الواحد ينقي اللائحه اللي هي بيلاقيها مناسبه ويختارها، بس ما بدنا نرجع لا نرجع على العمل البلدي. اليوم اعاده الثقه شغله مهمه كثير. المجلس البلدي مين ما اجى مجلس بلدي لازم يشتغل عليها. اهم شيء عندنا اداره مهلهله موروثه، في كثير مواقع شاغره فيها، بدها تحديث، بدها اتمته. ما بيجوز طرابلس تكفي بنفس الطريقه. في انا بعرف انه الرئيس عامر رافعي الحالي جرب كثير يعبي هذا المحل، بس أيوة. بعرف هيدي امتحانات مجلس خدمه مدنيه بتاكل وقت طبعا، فطلب منه ان يؤخرها الى ما بعد الانتخابات. في ملق شواغر، في يجب تدريب الموظفين الحاليين خصوصا اللي هن بمواقع بوستات، لانه انا بعرف مواقع اساسيه، لانه بعرف إدارية. في ناس اداريه اساسيه، بعرف في ناس قاعدين بمواقع اداريه اساسيه ما عندهم كثير من الكفاءه، ويمكن هملون المجالس البلديه المتعاقبه، كان لازم على طول يتم تدريبهم ورفع شانهم لحتى فعلا. وهلا صار في انجاز للرئيس عامر رافعي، هو تثبيت العمال ببلديه طرابلس، طلع القرار مؤخرا، وهذا بيريح الناس. بس ما بدنا نروح انه انا تثبتت فمعناتها صار في بطل اشتغل، مثل ما العادي جريا. أيوة. على العادي في وكل واحد بيروح عند اللي مدخله على البلديه ليحميه لحتى يعطل. نعم. شغله، فهذا نحن منه مقبول ابدا. تحديث الاداره هي عنصر رئيسي في بدايه العمل البلدي. رح نتابع معك دكتور عامر حلواني الاستاذ الجامعي ابن مدينه طرابلس هذا الحوار، ولكن بعد التوقف ايضا لاستراحه ثانيه. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الاخير من كلام بيروت مع دكتور عامر حلواني الاستاذ الجامعي ايضا ابن مدينه طرابلس. حكيت عن اليه العمل وموضوع يعني الكثير من المجالات، اذا حكينا انماء وحكينا بالسياسه وحكينا اداره، ولكن الذي يختلف في مدينه طرابلس انه ليس لديها الكثير من الانجازات للبناء عليها سابقا، غير بيروت، غير صيدا، غير جزين، غير زحله، غير مختلف الامر، وبالتالي هذه ايضا مشكله او تحدي جديد امام المجلس اللي سينتخب. اكيد استاذ سلمان، في تحدي كثير كبير. حكينا نحن انه طرابلس حاله خاصه بحاله الاهمال المتوارث والقديم، وحكينا انه عندها فرص كثير كبيره، انه في مشاريع كثير كبيره، مقومات موجوده ولكن متروكه. عندك المشروع الارث الثقافي اللي هو ضخم، واللي انا ما بيجيني زائر اجنبي الا ما بياخده على الاسواق وبيعشق الاسواق، بس بدها شويه تجميل وتنظيف. ايوه، كمان الطرابلسي بده يلعب دور، مش الحق دائما على المسؤول على 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 ما يرمي الحمل بس على البلديه تاعيته. انا بشوف البلديه قديش بتشتغل لتنظف المدينه، وبنرجع نحن اهل طرابلس بنرجع بنساهم بتوسيخها. فهذا الموضوع التربوي لازم البلديه تشتغل عليه كثير كبير، لانه موضوع التربوي شغله اساسيه في بناء
المجتمع السليم بطرابلس. لازم ما تهمل موضوع التربوي، مثل ما حكي الاستاذ ارسلان في مشاكل تربويه كثير عميقه بالمناطق المحرومه، لا سيما بالتبانه وبجوارها. هيدا بده المجلس البلدي يوليه اهتمام خاص من خلال السياسيين ومن خلال الحكومه، يعني ما بيخفيك هلا في مدرستين نموذجيتين ابن التبانه عم يروح عليها، شو بيصير فيها بعد 5 سنين؟ شو بده يصير فيها؟ بدها ترجع مثل ما كانت المدارس اللي قبل، ولا بدنا نحافظ عليها نحن كأهل طرابلس؟ ففي تحديات كثير كبيره، في مشاريع كثير ضخمه. اهم شيء البلديه لازم تتواصل مع الناس، لازم تحسس الناس انه هي قريبه منهم، واهم شيء لازم تقنع الناس، تحكي مع الناس بالمشاريع تبعيتها، تقنعهم فيها، تحكيهم، مش تنزل المشروع هيك، لازم تتواصل معهم. شفنا مشروع المرقاب، مشروع المرقاب كان حلم البلديات، كان بساحه التل، كان حلم البلديات، قائم يعني كان حلم البلديات من سنه ال 75 لسنه ال 2015. وهون جن جنون الوزير درباس وما هو حق، لما حصل مال من الدولة لإنجازه ما قدر، قاموا الطرابلسية، بس لأقول لك الطرابلسية قاموا لأنه كفروا بالطريقة تنفيذ المشاريع بطرابلس. خلينا نحكي بصراحة. بعدين هذا المشروع ما كان ممهد له، هلا الرئيس عامر رافعي صار يشتغل بالآخر لحتى تحسنت الصورة كتير، بس أكيد. بس هون كمان بدي أرجع أدعي المجتمع الطرابلسي أنه أنا إذا كان كل مشروع بدي خاف من نتيجته فما اعمله، فعمليا ما نعمل مجلس بلدي، يناقش، يتابع، الناس لازم تتابع، يكون ضاغط لانجاز بالوقت المحدد وشوف وين الخلل. ما بخفيك في كثير مواقع، مثلا خذ محطه التكرير المكلفه مبالغ طائله، المياه القاسنه اللي بتطلع من طرابلس وبتروح على البحر، هيدي معطله لسه ما اشتغلت لاسباب تافهه، ناس حاطين ايدهم مزيدات. على مزيدات، ناس حاطين ايدهم على اماكن بالبلد ما عم يخلوا المجارير تمشي. ففي شغلات هيدي كلها بدنا نرفع الاسقف عنها، الناس المخالفين الشبيحه بده يرفع الاسقف السياسيه وغير السياسيه عنها. وقت السياسيين بيرفعوا السقف عن المخالفين وعن الشبيحه، غير السياسيين بصيروا ملزمين يرفعوا هذا الغطاء. يعني مش صحيح انا اللي بشوف بنشوف البسطات المنتشره يمينا ويسارا وبعمق طرابلس كلها وعلى بس هول الناس هول بس مش هول تأمل لهم شيء ثاني، مش هذا الفقير اللي قاعد على البسطه هو المستفيد الرئيسي، في شبيحه مقعدته هي اللي عم تستفيد، وهيدا عم يشغلوه بابخس الاسمين. بالعكس، خلي البلديه هي تجي تعمل هذا المشروع، انا اعمل كيوسكات مرتبه ومنظمه وجيب الناس المحتاجه والفقره وحطها فيه، وبتصير تاكل لقمتها بعرق جبينها وبدون ما تتبهدل وبدون ما اكون حاطط شبيح فوق منها محمي من جهات مختلفه. فهذا المشروع الحقيقي لطرابلس، لأن بدنا طرابلس مدينه مفتوحه لكل الناس، منفتحه، هي طبيعتها، هي حقيقتها اصلا. هي حقيقه طرابلس، هي حقيقه طرابلس. انا من رواد المقاهي، هلا اذا بتطلع على المقاهي بطرابلس منتعشه ومزدهره بكل هذا، وهلا نحن قادمين على 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 شهر الخير، شهر رمضان. طرابلس ما بتنام 24 ساعه، من اجمل محل فيك تروح عليه بشهر رمضان هو طرابلس. فلازم نحضر للزوار ونجهز للزوار كل الوسائل اللي بتحسسهم انه هن فعلا يعني مرتاحين، ونهتم بابنائها، نرحب بالزوار. طبيعي، اكيد نهتم، اكيد، لانه بس نكبر حجم الاقتصاد الطرابلسي كل ابنائها بيصيروا مرتاحين. ليش ما اخذوك على اللايحه؟ عندك انا انا عندي شغلي بالجامعه، الله يعطيك العافيه، بشتغل عمل حلو اللي عم بتقوله، لان كلامك حلو. بعدين انا مؤمن ان خدمه طرابلس وخدمه كل المدن وكل المناطق من خارج المراكز الرئيسيه اهم افعل مرات بيكون، تماما. انا بعرف في جمعيات فعاله بشكل ما طبيعي، اكثر بكثير من الـ يمكن تكون من البلديه حتى نفسها، وبيشتغلوا بصمت وبيشتغلوا وبيوصلوا. نحن بحاجه لتفعيل هذا العمل المدني الفعلي اللي هو بيكون ممنهج وبيكون ديسيبليني، يعني عنده اخذ تيم عم يشتغل عليه، مش بقى بدنا نشتغل بتكون جمعيه عم تعمل مستوصف بتصير بعد شوي عم تشتغل بالانتخابات. هذا الاختلاط بين العمل المدني والعمل السياسي، لا شك انه العمل المدني لازم يوصل للعمل السياسي طبعا، ولكن من المكان، بس انا اكون رئيس جمعيه وحبيت انخرط بالعمل البلدي ولا السياسي، لازم حيت حالي عن الجمعيه لحتى فعلا الجمعيه تصير محرره. ولكن لا يكون الهدف العمل باي جمعيه هو السياسي، الهدف العمل. واذا كان شو مشكله السياسيين بكل المناطق وطرابلس فيهم، هو خوف كل سياسي انه تتسخر البلديه او المرافق العامه لخدمه واحد على حساب واحد، لخدمه يعني اذا بتجي واحد متعدي على محل بتجي بتشيله،
بيروح عند سياسي معين بيقول له ليش شلت هيدا اللي قريب مني ما شلت التاني اللي منه قريب مني هون السلطة البلدية عشان هيك السلطة البلدية لازم تكون على مسافة واحدة وهيدي عقلية بلبنان منا موجودة بالأسف في الثقافة ثقافة الحيادية أنا فيني يكون تيار مستقبل بس فيني وقت كون بموقع عام كون لكل الناس وهذا الواجب وهذا الأصول هيك بتنبنى الأوطان ما بيصير أنه أنا سخر نفوذ عمل عام ومصلحة عامة لمصلحة شخصية بدأت الحديث معنا في هذه الحلقة عن صورة طرابلس دور مدينة طرابلس في جانب سياحي كتير مهم أيضا غاب عن مدينة طرابلس مش موضوع القعدة والحلو ومنيح هذا شيء إيجابي ولكن في كثير من المجالات طرابلس لديها هذه المقدرة أو هذه الإمكانية ولكن يعني طرابلس عندها كنوز مدفونة يعني الـ 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 الأسواق المملوكية القديمة من أروع ما يكون يعني ما بجيب أنا سائح أوروبي بيجوا لعنا على الجامعة كتير نحن وبنزلوا إلا بيعشق يعني أحد الأصدقاء الفرنسيين قال لي عامر اشتري هون المستقبل لهون فكر أنه مثل بفرنسا المناطق القديمة هي اللي وبالفعل في كتير يعني بسوريا المناطق القديمة رجعت أخذت القيمة الحقيقية تاعتها فهذا الأسواق التاريخية يجب الاهتمام فيها بطريقة مميزة للأسف فتنا بمشروع الإرث الثقافي اللي هو مشروع رائع قد ما بيصير بيطول العالم تكفر فيه ما بتعود تأمن فيه بتأمن فيه لأنه عشان هيك بدو ينعمل مشاكل طبعا لأنه صار في الأحداث الأمنية لأنه بيصير في استلباس حتى بعد الشركات والمتعهدين اللي بيجوا بيشتكوا أوقات من 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 ناس بيجوا بيشبحوا عليهم فكل هالقصص بدها مشان هيك بدنا طرابلس مدينة شعارنا القادم للبلدية الجاية لازم يكون طرابلس مدينة مفتوحة وهي مدينة تطبيق القانون والالتزام بالقوانين بكافة القوانين لو مين ما حب بمدن تانية يخالف القانون لحنا مصلحة طرابلس هي الالتزام بالقوانين وبالأنظمة لأنه هيك بتنمى طرابلس وهيك أهل طرابلس بيستفيدوا وهيك أصلاً أهل طرابلس بدهم بأكد لك وقت تخلص دكتور عامر حلواني وياريته أطول من هيك وأنا أكيد كثير من أهل طرابلس يرحبون بهذا الكلام يلي عم بتقوله كلمة أخيرة غداً يقال معارك حامية تنافس بالمدينة وبكل مناطق الشمال شو بتقول يعني أنا الحقيقة بتوجه لأهل طرابلس أول شيء العنوان الأول تفضلوا انتخبوا بكرة مارسوا حقكم لأنه فعلا هذا حق لازم تمارسوه لازم تقولوا رأيكم شغلة تانية في عدة لوائح أنا شخصيا بفضل تلتزموا بلائحة لطرابلس لأني أنا مأمن فيها لأني شفتها تابعتها كيف تكونت وكيف تشكلت تشكلت فعلا عملوا ناس مجموعة وأنا رأيي أنه اللوائح التانية يعني تجمعت تجميع وهذا ممكن يشكل خطر بس نعيد التجربة بالخلاف نعيد التجربة السابقة وأنه بالآخر يمارسوا خيارهم الديمقراطي وهذا فعلا يعني حلو أنه بخضم الأحداث الدامية اللي عم تحيط حولنا أنه لحنا فعلا بكرة بطرابلس وبالشمال بكل شمال رايحين نحط وراء بصندوق الانتخابات لنقول مين بدنا بالبلدية شغلة كتير عظيمة وإن شاء الله بيدل لبنان هيك وأملنا الكبير أنه يدل لبنان هيك شكرا لك دكتور عامر حلواني الأستاذ الجامعي من طرابلس تحية لك لأهل طرابلس لكل أهالي شمال وإن شاء الله خير على كل حال بكرة يوم الأحد الشكر للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء